المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، نافذتك إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية. يسعى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عبر إطلاق القناة الصوتية الخاصة به على منصات البودكاست إلى إتاحة إصداراته صوتياً من سيمينارات ومحاضرات ومؤتمرات وفعاليات أخرى للباحثين والأكاديميين والمهتمين في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية بفروعها المختلفة، لتنضم هذه القناة الصوتية إلى عديد القنوات والمنصات التي يوجدها المركز لتوزيع نشر إصداراته المعرفية، وهو أمر يصب في رصيد العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية. لمتابعة أخبار المركز وفعالياته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي.